يتبون الكلب دبور، ما عندكش احترام من نفسك لأنك قبلت يعينوك رئيس جمهورية بدون أي شرعية، أنتانومي en tant que président de la République sans aucune légitimité. Ça veut dire quoi? Que vous n'avez même pas, monsieur Tiffon le chien, vous n'avez même pas de l'estime pour vous-même en tant qu'homme. Mais vous n'avez même pas été par nefsek. Donc, vous êtes rhis. La déclaration du chef d'état-major, tu dis une chose, Tiffon, vous n'avez pas de souhait, vous êtes rhis. Donc, vous êtes rhis. Le chèque rafdek, ou l'asker hagrek, لي نوميناسيون نتاع هو رئيس الحكومه والوزاره ما عندهم حتى معنى، لانه هذا الرئيس الاجباري اللي حطوه لنا بطريقه غير شرعيه مرفوض. لو بريزيدون كون نوزا امبوزي سونز اوكين ليجيتيميتي لو بوبل لا رو لالجيري لو ريفوز. دونك توت لي نوميناسيون بور نو سا نفو ريان دير. وهنا سي اون ريبونس اي جو لو ردي بور لا انيام فوا، نعاودها المرة الألف. كلب ما سبقني في كلمة سلمية سلمية، لكن درك كلمة سلمية سلمية ولات الطحانين ماهيش الرجالة. إلي فنو لو طون دو لاكسيون، إلي فيني لو طون دو لا بروتيستاسيون. يعني التنديد راح وقته، جا وقت العمل، الوحدة والعمل. كنت تقولوا رحماني عنيف، جبهه القوى الحيه عنيفه، كو لو فرون دي فورس فيف اي ان بارتي فيولون. نو نو سوم با فيولون، نو سوم جوست اي نو افون لي مو كيل فو ا لوندرو كيل فو. نو سوم با دي لاش بوت، نو فيزون با لا كوربيت، نو ديزون او بوبل الجيريان لي فيريتي كرو. بار ريسبي بور لو بوبل اون لو دي لي فيريتي كرو، احتراما للشعب الجزائري نقول الحقائق كيما راهي. قلنا لهم الطبقة السياسية الموروثة عن النظام طبقة خائنة، إثباتها هنا مقري جيل جديد عسولي كومباني، هادو كاع البنادرية خوانا جماعة سلمية سلمية، مازالوا يهضروا سلمية سلمية جبانة واحتمال يكونوا خوانا، لكن حاليا افتراضين جبانة. ما مش رجالة، ما فيهمش ريحة ثورة 54 ورجالة تاع 54 والنساء تاع 54، فيهم ريحة الجبانة اللي عندهم مصالح وما يحبوش يفقدوها، وفي الحالة هذه يساعدوا في النظام على أنه يتسلط على الجزائر. نظام المافيا اللي توظف المافيا اللي فوايو بعد ضغط على الشعب. تبون دمية في يد العسكر، والعسكر تبون دمية في أيادي الاستعمار، فعلى الشعب أنه يفيق ويفطن. يواصل التعبئة، لكن مع التعبئة لازم يضيف لها تنظيم. يفو كونتينوي لا موبيليزاسيون دون لا رو، اي اون بليس دو سا organiser la résistance populaire. Le peuple doit se défendre. الشعب لازم يدافع عن نفسه. لحقنا المرحلة أن الدفاع عن النفس حق، الدفاع عن النفس حق، الدفاع عن النفس حق. ما بقاش. والأوضاع جد خطيرة من ناحية الاقتصادية الاجتماعية ومن ناحية الأمنية. Qu'est-ce que vous pensez de la position des partis politiques? C'est des traîtres. Les partis politiques sont des traîtres. Les partis politiques algériens reconnus, c'est des ventralistes. Je ne sais pas si le terme existe. Ta'krouchom. Khaout el-hnoucha. Bien sûr, je ne parle pas du courant politique islamiste. Le courant politique islamiste, de tout temps, c'était un courant traître. Parlant de mon clé. Depuis qu'il existe, depuis les frères musulmans, c'est des traîtres. Depuis tout temps, ils ont trahi le peuple. Et la preuve, on l'a vu en Égypte, leur président est mort comme un chien. Ils n'ont pas réagi, alors que des millions de barbus ont voté pour lui.
سي با دي زوم، ماهمش رجال، ماهمش رجال تاع بارود تاع تخاتخ ومتارد وجماعات والحي وبارك الله فيك، ماهمش تاع رصاص وبارود وتاع مبادئ. فعلى الشعب انه يفيق، دولة القانون، لا الدولة الإسلامية لا الدولة الإلهية. والتيار الإسلامي تيار خاين خبيث عميل لا أصل له بالجزائر. ما نهضرش عليه، مقري سيتي بروستيتوي بوليتيك، عاهرة سياسية. جليتي بليس دون اني مي اون لو سي، هذا معلوم عند الجميع. مقري عاهرة سياسية بروستيتوي بوليتيك. جبناء أندال ليسوا بالرجال. الراجل اللي عنده مبدأ، اللي عنده كلمة، الراجل اللي يقبل الشرعية القانونية، ما يقبلش التعدي في المبادئ نتاعو. هادو ماشي رجالة وماشي نساء. لا براف بولحية كل كروشهم قدك تاع متارد وعشاوات، شي يكونوا ما يكونوا والو في الطينة معاهم. بان العار بان العيب. كي التيار الإخواني كي التيار السلفي، سلفية نادات يفوطيو الانتخابات. دونك لازم الشعب يفيق. حب تدير السياسة الإسلامية ديرها شغلك في ظل دولة القانون، باسكو في ظل دولة القانون نغلبوك نحركوك نعريوك قدام الشعب وقدام الناس، نعريوك انت وسيادك واللي يمولوا فيك واللي يحركوا فيك والولاءات نتاعك للخارج. أكانت ولاءات قطر وتركيا أم كانت ولاءات إماراتي سعودية؟